واحد الندوه جات في اطار السياق العام فيما يخص تقرير المجلس على الحسابات. المجلس على الحسابات راه كان واضح تيقول بان هامش الربح راه 57%، ولكن راه تعني بها يعني هامش الربح الصيدلي وهامش الربح الموزع وهامش الضريبي يعني لو تي في. الهامش الربح الصافي ديال الصيدلي هو 8%، وراه موجود في اتفاقيه اللي تعملات 15/2000 مع المديريه العامه للضرائب والمجلس الوطني للصيدله. هامش الربح الصافي هو 8%، يعني سامح الله من قام بهذه المغالطات او من اراد خلق الفتنه ما بين الصيدلي ومن المواطن المغربي بان الصيدلي راه عنده 57%. فهمتي، على العين بان احنا عندنا عدد كبير من الصيادله اللي هما على حافه الافلاس، ازيد من 3000 صيدلي، عندنا متطفلين على المهنه، على العين بان المشرع كان واضح يمنع منعا كليا على اي شخص غير حامل شهاده الدكتوراه في الصيدله تسليم الدواء. عندنا ملف مطلبي ديالنا وتنطالبوا من الحكومه باش تجالس جميع الفرقاء. كنلاحظوا بان اي حكومه جات كتقوم يعني بتخفيض ثمن الادويه دون مجالسه يعني الناس الممتنين ديال المهنه. الا بقينا بحال هكذا راه بعد سنوات يعني مهنه الصيدله او الصيدلي ما غتبقاش في المملكه المغربيه. كما تنقولوا حنا ما يمكنش نكومباري ولا نكومبارابل. هذاك الصيدلي اللي في الدول الاوروبيه راه اي جيست تيعملو في لافارماسي ديالو تيتخلص عليه. ملي كي يديليفري اون اندورونس كيتخلص عليها، تشجيع الدواء الجنس كيتخلص عليه. ملي تي يتبع واحد المريض تيتخلص عليه، يعني في لاكار تيتخلص عليها. الارباح ديال الصيدلي في الدول الاوروبيه 80% منها كلها من العمل اللي تقوم به داخل الصيدلي ديالو. هنا الصيدلي المغربي العمل كله اللي تيقوم به مجانا، عنده هامش الربح اللي هو 8%. يعني ما يمكن ليناش نقارنوا لانكومبارابل. الحكومات الاوروبيه ملي فكرات في تخفيض ثمن الادويه راه فكرات في الصيدلي وخلصاته في لي زاكت اللي كيقوم بهم داخل لافارماسي ديالو. هنا تنجيو تنشوف حكومه كتنقص من الدواء دون مراعاه للصيدلي. على العين بان عندنا عده متطفلين على المهنه. حنا نطالب بادخال جميع الادويه للصيدليه ومعاقبه كل من قام بتسليم الدواء غير حاصل على شهاده الدكتوراه في الصيدله. سنقوم بتدبير الحالات الاستعجاليه، والصيدلي راه هو الى جنب المواطن يوميا عبر جميع المملكة المغربية، ولكن الإضراب حق مشروع وحق دستوري. فهمتي، ما على المواطن إلا يساندنا بأن حنا مواطنين، حنا جنب المواطنين يوميا، ما عليه إلا يساندنا. نطلب من هذا المنبر من جميع المواطنين باش ياخذوا الأدوية ديالهم قبل يوم الإضراب، والحالات المستعجلة سنقوم بتدبيرها بتنسيق مع السلطات إن شاء الله. هاد الأدوية اللي كيكونوا في مونك وكيكون هذا تيكون ناتج على يعني هذاك يعني المصنع المخزون عنده ما عندوش، يكون هذا أدوية كتكون عندنا هذا الانقطاع ديال الأدوية، ولكن ما كتكونش بزاف، تيكون انقطع واحد السيمانة ولا 10 أيام. فهمتي، ولكن هذا ماشي خطا ديال الصيدلي او خطا ديال المصنع. هذا كنلقاو هاد لي غيبتور دو ميديكامون في جميع انحاء العالم ماشي في المملكه المغربيه. حنايا نطالب بباب الحوار، وحنايا مستعدين للحوار فهمتي مع الوزاره. الى الوزاره جلسات جميع يعني الممتنين ديال المهنه، وجدنا حل فيما يخص الملف المطلبي ديالنا
بطبيعه الحال غادي نكونوا غادي نوقفوا الاضراب. هذا ماشي من اختصاص ديالي مستكد. انا المنفلو عبد الرزاق رئيس النقابه الوطنيه لصيد المغرب. حنا ندافع عن فهمتي مصالح الصيدلي والصيدله بالمملكه المغربيه. شكرا.